اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم. احنا حاليا في مكان اسمه ويسكونسن، University of Wisconsin. عندنا حاجه اسمها دول ميت. دول ميت بيزيكلي يعني فريقين ضد بعض، نوعا ما ودي، يبقى لابسين المايوهات اللي هي دي، مبقاش لابسين المايوهات اللي هي بتاعت السواق. الفريق دلوقتي هيسخن ارضي زي ما انتم شايفين، وبعدين بكره انا عندي 50 حره، 100 حره. دي حاجه من الحاجات اللي نفسي نعملها في مصر، هي ان احنا نعمل دول ميت زي ده، بحيث ان احنا الناس تتعود انها تتسابق وتكسر الروتين بتاع ان هو رايح جاي في بسين كل يوم دون اي سبب يعني. Say hi. هاي. دلوقتي هسيبكم عليه عشان خاطر ليه ده اللي هو التيم مانجر. اسمه ايه ده؟ انا هنزل دلوقتي حاليا بسين الى اشبال. انا ما رحتش تمرين النهارده عشان خاطر كان عندي فاينل. دايما قبل ما انزل سواء ورا جاك بحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها كور ريكوجنيشن. كل بسين مختلف عن التاني، حرف التي اللي هو بنلمس بسببه ده مختلف عن التاني. البلوك وال 15 متر الاعلام والحاجات دي كلها مختلفه، حتى لو 2 سم ممكن تفرق معاك بالذات في السباق زي السباق بتاعي. جهاز 50 حره بيفرق طبعا. علينا. كل علينا نعمله دلوقتي ان احنا بس نتعود على البسين على قد ما نقدر، عشان بكره ان شاء الله نديهم على التوت على التوت على التوت. يلا. زي ما انت شفتوا ده انا بسميه بور ريكوجنيشن، انت تتعود على البسين عشان جهازك العصبي يحفظ كل حاجه. وبنفس الوقت برضو لما تبقى جاي من طريق سفر 5 ساعات ولا 4 ساعات، حتى لو رايح من القاهره السموحه في طوط الجمهوريه، ولا العكس رايح من اسكندريه لاستاد القاهره عشان طوط الجمهوريه، لازم ان انت تفك عضلاتك من قاعده في الباص بتاعت 5 6 ساعات، او لو الطياره ربنا يكرمكم ان شاء الله كلكم تسافروا حتت. هنروح نتعشى وبكره ان شاء الله اشوفكم في البطوله. بخير. الساعة 8:15، احنا تاني يوم دلوقتي، هننزل نفطر بعدين عندنا تمرينة كده خفيفة عشان خاطر اليوم اللي بيبقى عندي فيه سواق بالليل محبش انا افضل طول اليوم قاعد في السرير كمان مش اي حاجة، لان الموضوع بيبقى سخيف يعني، تحس ان انت بنادم خملان والكلام ده كله. فاللي بعمله ان انا بروح البسين اطول كده شوية وارجع تاني. لو البسين بعيد عن بيتك 3 4 ساعات ما تحقيقش ان انت المفروض تعمل حاجة زي كده يعني. بس انا نايمان خالص. بس هننزل نفطر. هوريكم انا بفطر ايه النهارده، هعطف عليكم اوريكم انا بفطر ايه قبل يوم. طيب يا جماعه عادة ما بفطرش حلويات، بس ده عشان خاطر الكارب لودنج. اوكي عندنا اناناس فاكهه، بس برضه دايجستيف انزايمز عشان خاطر اقعد اكل بسرعه عشان خاطر اكل اكل كتير. عندنا بطاطس وبيض وقهوه ايزي ستاف. Okay. Wanna? You didn't give me a name. You gave everyone else a name but me. I said Emma. Oh, I didn't hear him say Emma. I said. مش أكتر فطار صحي بفطره في حياتي، بس هو المفروض إن أنا بحط بتاع نوع من أنواع اللحوم يعني، لحمة ستيك كفتة. بحب أفطر أي حاجة فيها لحوم بجد يعني، بس مش عارف أفطر كده عشان خاطر كل الموجود هنا يا إما بيكن which is خنزير، يا إما اسمه إيه التاني سوسج في خنزير أو مطبوخ. Coach, how are you feeling about this? Pumped. This meet? Pumped. I'm excited, ready to go. Really thrilled for our team to be able to be in this environment, in this atmosphere, and see where we're at right now in the season. Good to hear. Let's go, Irish. So. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ما عرفتش اصور اي حاجه عشان خاطر انا كنت مشغول بعوم، بس دلوقتي هدي الكاميرا لحد تاني يصور اخر تتابعه. ده اهم حاجه في الدول ميت عامه. اوكي هدي شوف حد دي الكاميرا دلوقتي حالا. ثانيه ثانيه ايه
عليكم. احنا تالت يوم النهارده السبت لعبنا الميت يوم الجمعة. يوم الخميس سافرنا لويسكونسن. يوم السبت رجعنا كان عندنا تمرين الصبح. دايما اليوم اللي هو بعد الفريق بعد الدول ميت اليوم بعد الدول ميت دايما بقى فلاش، بسميها فلاش اللي هو فاهم حاجة عريق. ثانية واحدة بس حاجة بدل ما نملك كده. انا مش مركب الميكروفون فلو مستمعين اي حاجة والله مش عارف اقول لكم ايه الصراحة. انا ما فهمش بقى فكرة الموضوع كله. الدول ميت عبارة عن فريقين ضد بعض، خلاص بيبقى كل سبق فيه اربعة من كل فريق، المفروض ان هما بيسكور بوينتس. وفي حاجة اسمها اكزيبيشن هيتس، دي بتبقى زي تايم ترايل كده ما بتخش في البوينتس. السكورينج في الدول ميت بيبقى 9-4-2-1. اول واحد بياخد 9، تاني واحد بياخد 4، تالت واحد بياخد 2، وبعدين بيبقى في النهاية الموضوع كله بيوصل لعدد نقط، مين عمل عدد نقط اكتر فكسب الدول ميت. انا بحب الدول ميت لانها بتنفسايز او كان عدسة مكبرة كده بتوريك الفكرة الاصلية والحقيقية ورا فكرة ان انت تنتمي لفريق او حاجة اكبر منك. اللي يخش في منتخب اكيد هيفهم حاجة زي كده، لكن لو ما دخلتش منتخب قبل كده مش هتفهم حاجة زي كده. وعايز اقول لكم ان برضو في منتخبات ما بتحسش ان انت بتنتمي لحاجة اكبر منك، بيبقى في النهاية كل واحد لوحده وكل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه، والناس كلها كارهة بعضها ومحدش طايق التاني والكلام ده كله. ولكن في النهاية اتمنى يكون الفلوج ده عجبكم، واستنونا في الفلوج اللي جاي ان شاء الله. مسافر كاس العالم